البنت ما رح دلك عليها، لا تحلف لي يمين انه ما رح يصير عليها شيء. امرك يمين عظيم يا مشاكر. اذا بنتي ما كانت هربانه مع مجدي ما رح اقرب معها. بنتك عندي. عنديك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليش لهلا ساكتة يا أم شاكر؟ أنت بتعرفي شو ساويتي؟ لك أنا طلقت أم عرب بسببها. أنت اللي ساويت مو أنا. ليش وقتها ما حكيتي؟ كنت محلفة. ماشي نروح نجيبها. أكيد، بس أنت حلفت. شرفي. هي بنتك يا أبو عرب. ليش تركتي البيت؟ لأني ما عاد قدرت أتحمل، لأنه روحي تعبت. روحك تعبت مو من عمايلك. ما عملت شي برات حدود ربنا. بس عملت كتير برات حدود الترباية. لا، كيف تجرأتي تيجي لهون؟ أنا ما كنت جاي لهون. أنا كنت هرباني مع مجدي واتفقنا أنا وياه على الموعد، بس مجدي خزلني. لك عم تحكي هيك قدامي؟ لك لولا الحلفانة اللي حلفتني إياها أم شاكر لأطرش دمك هلا قدام البحرة. يمكن أهون من اللي سويته فيني. كسرت شبابي ودعست على كل المعتقدات اللي مآمنة فيها. ولسه جايتك ايام سودا وعلى ايدي. بس انت حلفت يا ابو عرب. حلفت اني ما مد ايدي عليها. تركيه خالتي تركيه، هو هيك مثل كل الرجال ومفكرين انه البنات هن العرض والشرف. شرفي ولسه عم تتفلسف. لاني شايف الدنيا مو مثل ما انت شايفها. فوتي هذا اغراضك. بتعرف شو ابي، انا كان بدي بس كفي دراستي لحتى وقت يجوا اولادي اقدر اعلمهم شغله مهمه. كان بدي اعلمهم انه العرض مو ببنات العيله، العرض بالأرض، العرض بولاد البلد اللي كل يوم عم يروح منهم خيرات الله. ونحن ساكتين. الرجولية أبي ما بتنكسر وقت وقف مع مجدي بالحارة. الرجولية بتنكسر وقت بتضل ساكت على أذى بلدك. عجبك يا مشاكر؟ هذا هو الجيل. فوتي هاتي أغراضك. انت كيف عرفت؟ يا ابي مو وقت الحكي هلا، هلا فهمني امي ليه طلقت. لا اله الا الله محمد رسول الله. اخي انا هددت رجولية اذا بتعتب برات البيت امك رح تتطلق، ما عاد فيني اتراجع. مشاكر يا مشاكر. نعم. شو صار؟ بنتك عم تجهز حالها. طب دخيل عينك ناديلي مع ربها وزب كلمتين. تكرم عينك. ردها يا ابي ردها، بوس ايدك ردها. ان شاء الله ان شاء الله. روح شوف اختك. وعرب قال طلبت تشوفني. ام عرب فوتي طبي اغراضك الله يرضى عليكي ويمشي معنا. بس انا مطلقة. رح ردك وهلا. بس انا ما بدي.
اخزي الشيطان يا معرب. الشيطان دخل بيناتنا من زمان. أنا انهانت كرامتي على شيء ما عملته، واللي انكسر ما بيتصلح. شو قصدك؟ بدك تعاقبيني؟ لا والله، بس أنا ما بليقة على حالي. أنت حطيت خنجرك بصدري. بس كان الخنجر مغروس بصدري قبلك، وانت بتعرفي هالشي يا معرب. كان لازم نشيل الخنجر سوا أنا وياك، بس أنت شلته لحالك وحطيته بصدري. معرب لا تكسريني أكتر من هيك. ما بدي، ما عاد أقدر عيش ببيت تقلعت منه بعد ما عمرته. ماشي، رح أتركك كم يوم، فكري على رواق وردي لي خبر. ما عاد في خبر، أنا حرة منك ليوم الدين. يا سارج خيوط الصبح خيلة. يا سارج خيوط الصبح خيلك، يا سارج خيوط الصبح خيلك، ومشيت تمحي الليل. عندك شوفي ابنك مطلوب ومعنا الامر القبض عليه، خذوه. شي ابي بوس ايدك، اعمل شي، لا تخليهم ياخذوه. تعي امشي. فارس رح يرجع، ما أكيد رح يرجع، أكيد. أنت السبب، أنت السبب بكل شيء. لو ما هربتي ما كنت طلعت منك. ما كان ظافر خبر فارس، ما كان فارس إجا ليشوف أمه، وما كانوا إجوا لعطوه. يا بي اهدى، طول بالك، الله يوفقك، طول بالك. ماشي 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 ماشي. بابا بابا أم، رد علي، رد علي بابا. أنا شهد، أنا شهد بنتك حبيبتك. روح الأغا ما رح تروح ببلاش، وغريم وأنا عرفته، بس هلا برا بدون ياخذوا أخوانا. طولي بالك، يلا امشي معي، يلا طولي بالك. على مهلك. أنا سبب مشاكل كل هالبيت،
أخي انحبس بسببي، وأمي اتطلقت بسببي، كل شيء صار بسببي. أنا خايف ظافر يروح يخبر أمه، والله لا توقع طب. ظافر بيعرف كل شيء. شو يعني بيعرف كل شيء؟ ما بعرف، يمكن أنا عم خبص لأني دايخة. أمي أمي على غرفتك. أمي أمي يابي يابي، كرمال الله تساوي الشي ليطلع فارس إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبتي يا كوكا، خايفة عليه ما؟ لكن مو خايفة يابي، فارس عرق عيني. وانت كمان عرق عيني. الله يخلي لي اياك. انا بعرف انك انظلمتي. الله يورجيكي ايام حلوة. روحي روحي تركيني بحالي. روحي. مالي غير يا وسام يا أم سليم، بكرة منشوف شو الله بيكتب. آه يا فارس، آه يا حبيبي، شو خايف من كسر الظهر يا ولدي؟ أنا مخرب. أتعرف ما سينوبك مما فعلت؟ عندكم ولا عند الله؟ ماذا تقصد؟ إذا بتسألني شو رح ينوبني على إيديكم فعيبا خلي سائل، أما عند الله فربنا شايف وعارف. تقتلون جنودنا أنت والمتعفنون أمثالك وتتكلم بإسم الله؟ ربنا بيعرف من الحق. أتعرف ما ينتظرك؟ أيام سوداء ستتمنى أن ترى الشمس من بعدها. مثل ما قلت لك، أنا ماني سائل، أنا ما بخاف من شيء. سنرى الآن إن كنت تخاف أم لا. يا سيدي أنا هون وأنت هون، والله حاضر. سنة. علقوا. هل أنت نادم؟ غدا ستحول إلى القلعة، لا أملك إلا أن أراك تحقر وتهان أمامي. الله، أنا ما عم أنهى، هي أكثر مرة بعرف أنت أنا عندي كرامة، أكثر مرة بعرف إذا لازم أرفع رأسي. إذن سنرى.
أنا قاصد الله وقصدك يا سيد وسام. وصلت يا أبو عرب، والله شو بقدر ساوي مشانك ما رح أصير. الله يبارك فيك، مشان هيك جيتك، وأنت بتعرف إنه أنا بالعادة ما بقصد حدا أبداً. شغلت لي بالي يا كبير، خير شو القصة؟ ابني فارس. كما شو؟ ما قلت لكم يا أبو عرب إنكم تاخذوا احتياطاتكم. لك أخذنا احتياطاتنا، وبيضنا له صفحته مع ناس كبار وقالوا خلص ما عاد عليه شيء. طيب هلا أنا شو بقدر فيدك يا أبو عرب؟ بدي أعرف وينه وشو عليه وكيف نقدر نساعده. طيب هدي شوي يا أبو عرب، فيك تحكي لي بالتفصيل شو صار؟ شوف سيدنا. وشو شفتي بنتي؟ كوبست بأمي، شفت حالي عم بقتلها، خنقتها بإيدي وهي تصرخ وأنا أخنق، صارت تقول ارحموني. فضيل الله والنبي، أمي عم تطلب الرحمة بس أنا ما رحمتها. بنتي بتسمعي مني؟ شو رأيك أحكي مع الخطاب أم عجاج؟ ما فهمت عليك. بلكي شي عيلة ذكرت قدامها أنه بدهن عروس تذكرك قدامهم. شو عم تحكي خالتي؟ الله يرضى عليكي، موضوع أمك ما عم يطلع من راسك، بلكي قصة هالجواز بتطالع هالقصة من راسك. شو انتي مين قالك إنه بدي إياها تطلع من راسي؟ مين قالك إنه أنا فيني أتجوز قبل ما؟ قبل ما شو؟ ولا شي خالتي، انسي، أنا مالي قدرانة أحكي. في شي غريب يا أبو عرب. ما فهمت شو هو؟ يعني الحكومة ما اجت لعندكم عالبيت، هذا المفروض انه يصير. كيف يعني؟ يعني في حدا مستقصدكم يا ابو عرب. ايه سيد وسام الحق معك، خاصة اجوا اخذوه من القنوات مو من حارتنا. هذا حكينا يا ابو عرب، معناه في حدا مخبرهم لمن راح القنوات. صح. طيب برأيك مين ممكن يكون؟ هلا انا ما بقدر اقسم، بس أكيد حدا من اللي كانوا معه. والله أنا عم فكر هيك، يمكن قال لهم وين رايح، ففي عوائن بيناتهم هو اللي خبر. طيب يا أبو عرب، أنت هلأ بتقدر تروح وأنا رح أعمل اتصالاتي وبجي براسي لعندك على القهوة وبحطك بالصورة. إن شاء الله، بس لا تعوق علي، أقسم بالله قلبي على نار. قول يا رب. يلا بالإذن. الله معك يا أبو عرب. السلام عليكم. الله معك. يعني إيش أساوي؟ أهرب؟ لك شو تهرب؟ هيك بتشلق العالم كلياتها انه انتو عامر شراكه ومشتركين بقتل الاغا، خصوصا انه عامر ما بنعرف شو بده يحكي بالتحقيق. طيب فهمني اخي. انت لا بتذكر شيء، مين ما سالك قل له ما بعرف، ما بدنا حدا يعرف انه انت كنت عند واصف بيك. ماشي. ايوه بس الشغيله اللي مكتب واصف بيك شافوني لما دخلت معك لعنده. لك انت شو بدك بالشغيله، هدول ما بيحكوا ولا حرف، بيخافوا على معلمهم. واصف بيك براز القصة كلها، شو فهمت؟ ايوه فهمت عليك معلم، مثل ما بدك بيصير. وبكره بس يخلص التحقيق رح تتغير حياتك كلها، رح قعدك مكاني هون، رح تصير المصاري تهبط عليك مثل الرز. انا بامرك معلم، من ايدك هي لايدك هي. روح هلا على شغلك، لانه المسا بدي اياك توقف معي بالعزا، وقفة زلم. لعيونك معلم، عاصم بيعجبك وعلى كيف كيوفك. الله معك عاصم. سلام عليكم. القصة اللي وعدتك فيها قربت. ما فهمت. هلأ الساحة صارت فاضية لظافر، يعني أي شيء بده يا ظافر هو اللي بيصير. يعني لساعتنا عند اتفاقنا. إذا بتزبط معك أقسم بالله لك ودراعك. لك مرزوق، أنت أوطى من أنك تكون دراعي، يا دوب تحصل كعب كندرتي. شو؟ زعلت؟ لا سيدي لا تزعل، لأني أنا أوطى منك، ولو ما كنت هيك ما زتيت أختي هالزتي. الله يسلم دياتك ويسلم التم كمان. قوم بلعلاك، قوم قوم اعمل طعم شاي.
كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قل لي شو صار معك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا عمي ابو عرب. يعني ما بتعرف شيء؟ ما قالوا لك شيء عن ابني؟ عمي ابو عرب، التقرير المكتوب بفارس كثير خطير، واللي كاتبه حاطط بباله انه فارس يروح فيها. ايوه. واللي اخذوه مانن من مخفر القنوات. مانن من مخفر القنوات؟ من وين لك؟ ما حدا بيعرف ولا حدا بيقدر يعرف. عم حكيك اياها من الاخر عمي ابو عرب. بس هذا مو حكي عمي. عمي ابو عرب، شغلته كثير عويصه. ابنك فارس متهم بالتحريض ضد الحكومه الفرنسيه، ومكتوب بالتقرير انه فارس عم يحارب الفرنساوي، وهيك قصص بالعاده بتنام وما حدا بيعرف وين نايمه. طيب نحن شو فينا نساوي؟ هيك نقعد نستنى؟ ما تستنى شيء. لا اله الا الله محمد رسول الله. عمي ما عرفت لي مين وراء التقرير؟ حسب ما فهمت انه التقرير مكتوب بشكل سري ومتوصى فيه كثير، وبهيك حاله ما حدا بيقدر يعرف مين وراء ولا فارس وين ممكن يكونوا مخبينه. وصل عمي وصل. مكتور الخير. عمي ابو عرب انا بعتذر منك، بس هي هي الحقيقه. لا لا شو بدك تعتذر؟ انت قمت بواجبك وزياده. رغم كل شيء انا شو بقدر اعمل؟ شو بسمع؟ رح اجي لعندك على الحارق. ما بتقصر، بس الله يخليك. الموضوع بيناتنا ما بدي حدا يدرى فيه. ما توصي حريص زحيم، لازمك مني شيء. الله يخليك. يلا السلام عليكم. الله معك عمي، الله معك. في الآونة الأخيرة أثبت جدارة تستحق عليها التقدير يا سيدي. واجبي جنابك، واجبي وعم بقوم فيه. أحسنت، ولك مكافأة مادية كبيرة عدا عن شهادات الثناء التي ستنالها من مكتب الكولونيل. شكرا لجنابك وشكرا لجناب الكولونيل. مكافأتك المادية تنتظرك في المكتب الخارجي. بالإذن سيدي. أنا بإيدي شلت اسمه يا كبير. مثل ما عم بقول لك هذا اللي صار. طب عندك علم مين أخده؟ شرطة القنوات؟ أبدا لا، شرطة القنوات عم بتقول ما له وجود عندنا ولا له اسم. الله أكبر، والله شغلة بتمخول. شان هيك عمي الله يرضى عليك، أنا بدي إياك تعرف لي وين هو بالضبط وشلون بدنا نطالعه. براسي بأمرك، بكرة بروح وبسأل عليه وبإذن الله بجيب لك خبر منيح. الله يخلي لي إياك عمي، خلي الموضوع بيناتنا الله يرضى عليك. ولو عمي لا تاكل هم، اعتبر كأنك ما قلت لي شيء. السلام عليكم. عليكم السلام أخ سليم. عيون أنت رجال قبضاي ومعدلة، بدنا همتك. براسي خاطرك عمي. الله معك. السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بك راته وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات. Thank you.
لا تواخذيني اختي، نصح اللي يشوفك ويحكي معك. نحن ما في حكي بيناتنا. لا في، في حكي كتير. شو تركك ما تخلى عنك؟ مسكينة والله، بس ولا يهمك اختي، وحياتك لجيب لك عريس بيسوى راسه. ولك انت من اي طينه معجون لك زافر؟ ما بيكفي اللي ساويته، شو ضل لسه؟ ليش انا شو ساويت؟ سمح الله، تدمرت لي حياتي. انت حرمتني من الشاب اللي بدي اياه وبده ياني. كان عم يضحك عليكي لك اختي، عم يضحك عليكي. بعدين حياتك مو انا اللي دمرت لك اياها، انت، انت اللي دمرتي حياتك بايدك. ولك خلصنا بقى زافر، خلصنا. على مين عم تضحك انت؟ على مين؟ ولك حاجتك بقى حاجتك. ولك نحن ملينا منك، قرفنا قرفنا، تركنا بحالنا. تعال شوف شو صار بحياتنا، امك اتطلقت وكل واحد فينا صار بديره. لا حبيبتي، بهي بدك تسمحي لي. امك اتطلقت بسببك انت، وبعدين قل لك شغلي، انا تعبان ومالي خلاق ناقشك بأي شيء. تصبحي على خير. وفارس؟ شو بفارس؟ كمان انضب بسببي؟ ليش فارس انضب؟ ما عاد استغرب عنك شيء، ما انت هدمت لنا حياتنا بإيديك. تعرف شغلي؟ أنا ما بقى فرقانة معي. إذا بدكم تجبروني أتجوز رح أتجوز، بس لحتى أخلص من هالعيشة المقرفة معكم. بس أنت عند الله رح تتحاسب على كل شيء عملته، على أمك اللي اتطلقت، وعلي، وعلى أخوك فارس يلي ما بيعرف غير ربك وينه. وشو عم تحكي ولك؟ ولك أنت وحدة مجنونة، عم تفهمي؟ وكل شيء عم تحكي هذا وهم، وهم براسك هون. بس وحياتك، وحياتك كل ظنك السوء فيني لدفعك ثمنه غالي. وحياة عينك ما لها فارقة معي، ما انت عم تدفعني ثمنه ان ظنيت ولا ما ظنيت. كلياتنا بهالبيت عم ندفع ثمن الشيطان اللي راكبك. وعلى فكرة انا شفتك لما اخذوا فارس. تحياتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أي أيها النبي، أنت صرت آغا، عقلك وصلك لهون ورح يوصلك لفوق، إلا إذا فجأة تعطل مثل ما تعطل عقل اللي قبلك. لا يا بيك، أنت بتعرفني منيح، مو فيصل اللي بتقطع عقله. طبعا بعرفك، بس تفضل مر لعندي، لأنه عنا شغل كتير مهم، أكبر بكتير مما بتتخيل. بصير خير إن شاء الله. يلا مرة تانية البقية بحياتك يا آغا. الله يطول بعمرك. السلام عليكم. عليكم السلام. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله
بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أنت فارس يا أنا أخاطبك، أريد أن أعرف منك كل شيء. لي عندي قلت بالتحقيق. ما يريدونه منك يختلف عما أريده أنا. أريد أن أعرف منك أين تتمركزون، من هو قائدكم، كم عددكم. أريد أن أعرف كل شيء بالتفصيل. تتوقع أني أحكي؟ أعدك أنك ستتكلم. أين تتمركزون يا فارس؟ كل يوم بأرني شكل بلادنا جنابك، بلادنا وين ما صحنا نقعد نعود. كم هو عددكم؟ خيرات الله. تقريبا أكثر مما تتخيل بكثير. من قائدكم؟ أنا صرت رأس الفوج تبعنا بعد ما اللي قبلي استشهد على إيدك. أنا؟ مو بزمانك طلعت حملة تنبيش على غوطة. أنت كنت بينهم؟ وتذكر يوميتها أنه ما تركنا منكم لمخبر. ستدفع ثمن كل ذلك، أنت وكل من كان معك. ستنتهي أحلامكم عند سقف أقدامنا. أحلامنا أعلى من أنه أنت أو أي واحد منكم يقدر يشوفها. بعد أن نجتث الكلام من حلقك اجتثاثا ونعرف أين يتمركز أصدقائك، عندها سيتغير كل ما تأمل به. رفقاتي ما رح تقدر تطول واحد منهم. بالعكس، أنا رأيي لا أدور عليهم. فترة صغيرة رح يجوا هن لعندك مستطلبين ومطلوبين. رؤوسكم سأدعس عليها، سأسحقها تحت قدمي. ومن شروق الشمس ليس لي عمل إلا أنت. لما الصخر بيدوب من النظرة ولما الدنيا لما العشق بفرق البارود ولما الوعد لحظة كان اللي عم بتشقف لما السماء بتسكر عليك. خير يا أبي، فيك شيء؟ ما في شيء، انسى انسى، هاتي الزيت لهون. تفضل يا أبي. تفضل يا أبي. حطي من ايدك انت على غرفتك تغري. فطور معنا ما في، لما خلص ونمشي بترجع بتفطري وحدك. يا أبي، نحن صار لازم نخلص من همّة لهالبنت. شو يعني؟ اقتلها؟ يا بي، اسمعني شو بدي قلك. احكي. اللي عملته جورية شي كتير كبير، ما حدا بيساوي. يعني وقفت بنص الطريق بالقرعة قدام الرجال، لا هيك لك، لا همك ولا همنا، ولا سمعتها ولا سمعتك. مو بس هيك، لا وقفت بنص زقاق وكام شي ايد شب، وكل العالم عم تحكي بهالقصة. الله يعدمني إياها. في بنت بالعالم تهرب من بيت أهلها؟ يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. لا وما منعرف شو بيطلع براسها بعدين. يا عليم الله، خايف تعملنا شي مصيبة، لا أنا ولا أنت خرج نوقف بوشها. لك وقت بقبرة وهي عايشة. يا بي، البنت لو بدها ترتدي كانت ارتدعت. ما بعرف شو صاير لها، جاني على الآخر. إيه شو قليل اللي عملته معها أنت؟ يعني حبستها بالبيت وحرمتها من مدرستها من جوازتها وضربتها وأهنتها. ما بعني ما عم تتربى. لا
قال أنا ورا حبسة فارس. قالت لك؟ إيه يا أبي قالت لي، وطار عقلي من الخبرية. وحياة غلاوتك عندي يا أبي، لولا ماني خايف على زعلك كنت ربيتك. طيب أنا شو أعمل هلا؟ شو ساوي؟ يا أبي بعد الشي اللي سويته جورية على عين العالم، ما عاد يدق بابنا عريس، ما عاد يجي عريس راح تبول البنت. مشان هيك أنا رأيي إنه ندفرها. شلون يعني ندفرها؟ واحد أعمى القلب لمح لي إنه بده إياها. مين هو؟ رفيقي مرزوق. شو الحكي؟ أعطيها لمرزوق. يا أبي مرزوق أخلاقه عالية، يعني هو صحيح تربى ميتة، بس يعني طلع رجال ابن رجال. هي أول باشتان، تاني باشتان بيشتغل معي، وأشهد بالله ما شفت عليه الزايحة. الشاب سادي وأمين وما في منه. طيب اتركني أدور براسي وبعدين بنشوف. ايه دور براسك يا أبي، بس حط ببالك إذا قلنا له لا ما عاد يدق بابنا ولا عريس، ما في غيره. الناس عم تلت وتعجن بسيرتنا يا أبي. كذا واحد شافوا مجدي وجورية كامشين إيدين بعض بنص زقاق، مو مرة كذا مرة. لك شو المصايب اللي نزلت على راسنا؟ من وين اجتنا المصايب؟ والله لو كان جبل كان قال آخ. بسيطة يا أبي بسيطة، أنا ابنك وسندك وواقف جنبك، بإذن الله أمورنا رح تنفرج وتتحسن. إن شاء الله إن شاء الله يا ظافر. إن شاء الله. بتعرف أنا دايما كنت شوفك طايش ومولدن، بس هلا عم تثبت لي إنك رجال. الله يعزك يا أبي ويطولنا بعمرك. يا أبي في شغلة تانية بدي لك عليها. احكي. يا ريت تقول لجورية ما تستفزني مرة تانية. هالمرة كمشت أعصابي، المرة الجاية خايف رد عليها وربيها وزعلك مني. شي جورية جورية انت حاكي مع اخوكي كلام طالع نازل؟ يلا اعتذري منه وحطي ايده على راسك. يلا. لا يا ابي لا يا ابي، اعتذري منه وبوسي ايده. يلا بعتذر منك. ولا يهمك اختي، سامحتك. اسمعي، في احتمال بهالكم يوم يجوا ناس يطلبوكي، بس أنا مالي موافقة. أنت موافقة، بيبقى أنا وافق أو لا. وفينا ظافر. مور يا أبي. في الباب وراك. حاضر يا أبي. ولك روح الله لا يسامحك يا ظافر. السما ما بيعرف حدود حدا، فوق أرض الشام تلاقى الجرح والدهر عحفاف المدى، ودار
بيناتهم كلام، دار بيناتهم كلام. قال الدهر زيدوا قهر حتى الفقير يصيح، قال الجرح زيدوا ملح زيدوا دعاء وتسبيح، قال الدهر زيدوا قهر حتى الفقير يصيح، قال الجرح زيدوا ملح زيدوا دعاء وتسبيح. جاي بعز وطغر ينهي الظلم ويزيد، جاي رمح وقت الصبح شق الهوى والريح، جاي نار بعز وطغر ينهي الظلم ويزيد، جاي رمح وقت الصبح شق الهوى والريح. فيها مطر كان فيها الظلم طاعون، فيها عشق مجنون، فيها بطل واقف جبل بس الزمن ضامه، رغم المحن صان الوطن لما البشر ناموا، فيها بطل واقف جبل بس الزمن ضام، رغم المحن صان الوطن لما البشر ناموا، مهما الغدر جوا الصدر عم يغرز سهام، ما بتنحني جبال الدنيا، ما بتنحني شامو، ما بتنحني شامو.